السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مساكم الله بخير أخواني أخواتي، وحياكم الله في هذا اللايف اللي سبقناه على عرفة عشان نستعد ويمدينا نسوي الكلام اللي بنقوله اليوم بإذن الله، عشان نستغل هذا اليوم الاستغلال الأمثل. شنو يصير بعرفة؟ رب العالمين شنو كتب فيها؟ شنو عطاها من ميزات وخصائص؟ احنا ايش مطلوب ان احنا نسوي؟ كل هذه لازم نتفاعل معها. احنا دائما نعرف ان رب العالمين لما يقضي شيء ويسوي شيء معناته احنا مطلوب في المقابل شيء معين. فهذا اللي احنا ودنا نقوله اليوم عن يوم عرفة اللي بعد يومين ان شاء الله نعيشه، عسى الله يحيينا ذاك اليوم. راح اتكلم باللي عندي وبعدين ان شاء الله فقرة اسئله واجوبة، اذا في احد عنده شيء تفضلون باذن الله. راح اتكلم عن 10 أشياء في عرفة، اللي عنده شيء سجل عشان اللي بيدزها لي بعد باكرها بننشرها إن شاء الله في بوست اختصار. يعني 10 شغلات، منها مزايا، منها أحداث مهمة، منها استغلال. المهم أن كل هذه 10 نقاط تتعلق في يوم عرفة. أول شيء، حتى لغوية كذي حلوة، شو الفرق بين عرفة وعرفات؟ عرفة تطلق على الزمان، فيقولون هذا يوم عرفة، عشية عرفة الوقت. أما المكان يسمونه عرفات، هذه أرض عرفات، هذا جبل عرفات، كفائدة لغوية. زين، ليش سمي بعرفة؟ ليه ما دخلنا بشيء ترى، ما دخلنا بميزات، لا تزلنا بس نعرف فيه لما سمي هذا اليوم أو هذا الجبل عرفة. العلماء ذكروا أسباب جميلة حلوة، وطبعا ما يمنع أن تكون كلها سبب. قالوا أن إبراهيم عليه السلام كان جبريل يعلم المناسك، مناسك الحج، وإبراهيم هو اللي نادى الناس في الحج. فلما وصل إلى هناك قال عرفت، يعني المناسك، قال عرفت، كانوا بعرفة فسميت عرفة من المعرفة، يعني عرفت عرفة. السبب الثاني، قالوا أن الناس يتعارفون فيها، الحجاج كلهم يلتمون بهالأرض ولازم يكونوا موجودين بنفس الوقت، فيحصل بينهم تعارف، المسلمين اللي من دول الدنيا كلها، واللي راح الحج قبله شاف يشوف ان العالم كله موجود مسلم، فيتعارفون الناس في هذه البقعة. السبب الثالث وهو جميل جدا، عرفة من الاعتراف، الناس في يوم عرفة يعترفون لله بذنوبهم، أخطائهم، معاصيهم، يطلبون من الله التوبة والرحمة والعتق من النار، فهو من الاعتراف. وكل المسميات هذه والأسباب يعني ما يتعارض بعضها مع بعض. طيب، نبدأ بالمميزات في يوم عرفة. أول ميزة ان رب العالمين اقسم بهذا اليوم، واحنا نعرف كقاعده ما في شيء الله يقسم به الا يكون عظيم عند الله. الله لما يقسم بشيء فمعناته هو عظيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، هي عشر ذي الحجه، والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر عرفه، والشفع يوم الاضحى اللي هو يوم العيد، فالله اقسم فيه. وقال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة. وشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة. يوم الجمعة هو اليوم الشاهد، اللي يشهد على من حضر صلاة الجمعة، يشهد يوم القيامة عند الله أن فلان حاضر الجمعة. ومشهود، قال هو يوم عرفة، المشهود اللي الناس يحضرونه، يكونوا متواجدين في البقعة لحج بيت الله تبارك وتعالى في أرض عرفات في ذلك اليوم، فهو المشهود، هو اليوم المشهود، وهو الوتر الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في سورة الفجر. الميزة الثانية، وهذه الميزات العظيمة في يوم عرفة، نحن نعرف أن في رمضان وفي ليلة القدر بالتحديد كان بدء الوحي، نزل القرآن في هذا الوقت، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكانت بداية التشريع وبداية الدين وبداية الأمر الخير في ليلة القدر، ونهايته في يوم عرفة. نزلت اليوم في عرفة، نزلت هذه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه كانت في عرفة، فهذه نعمة، إن الله أكمل لكم النعمة، خلاص ما تحتاجون شيء غير دين الله تبارك وتعالى بشرائع اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه خلال 23 سنة الماضية. وإحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وأربعة أشهر توفي صلى الله عليه وسلم، فهو يوم إكمال الدين. حتى أن اليهود قالوا لعمر: لو هذه الآية نزلت علينا كان سويناها اليوم عيد. قال لهم: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. أنت تشنو يعني الله يقول لك الكلام؟ فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أين نزلت ومتى. في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب. الأمر الثالث، في عرفة أو يوم عرفة هو
الركن الأعظم في الحج كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني إن طافك الحجاج، إذا طافك عرفة أنت ما حجيت السنة، خلاص عوضها السنة الجاية. الحج عرفة، أعظم أركان الحج عرفة. أربعة، الله تبارك وتعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماوات. يعني يباهي مثل نقول يفتخر، يعني يقول للملائكة اللي عنده: انظروا إلى عبادي اللي جايين في عرفة، جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي. الله يباهي بأهل عرفات، الملائكة عند الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هم في عبادة. الله قاعد يباهي بأهل عرفات العباد اللي عنده، يعني شنو مكانة هؤلاء؟ وكلمة جميلة العلماء يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يباهي ما باها بهم إلا بعد أن غفر لهم. يعني ولا المثل أعلى، أنت لما عندك ولدك ساقط ما تقول شوف ولدي ما شاء الله هو ساقط وعنده بلاوي، لا، لما يصير خوش ولد. فرب العالمين ما يباهي بعبادة عند الملائكة وسيئات وبلاء، لا، غفر لهم، نظفهم، سامحهم، بيضهم وصحفهم بيضة، يباهي بهم الملائكة. فقالوا ما يباهي بهم الله تبارك إلا بعد أن يغفر لهم، غفر لهم ثم باها بهم. شوفوا الانضاف، الآلاء، الأنقياء اللي ما عليهم خرجوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. فالمباهات هذه من رب تبارك وتعالى أهل عرفات. والله ينزل إلى سماء الدنيا، يتجلى في سماء الدنيا في هذا اليوم عشية عرفة. فإذا كنا يوم ليلة القدر ننتظر تتنزل الملائكة، الآن ينزل رب العالمين مو الملائكة. وليلة القدر احنا ما نعرف متى وقتها، بالعشر الأواخر، بس ما نعرف، احنا نعرف. انت متخيل انك تعرف الوقت واللحظة اللي رب العالمين ينزل فيها لسماء الدنيا ويواهي بعباد الملائكة؟ شيء كبير. خمسة، من المميزات لعرفة أن يعتبر يوم عيد. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. خمس أيام عيدنا أهل الإسلام. طالما الواحد في عبادة لله تبارك وتعالى فهو في عيد، قلبه معيد، مرتاح وايد داخل، الدنيا كلها مش هيلتها. لأن في عرفة الناس في عبادة، حتى الحجاج اللي شعثا غبرا، حتى اللي مو حجاج اللي قاعدين متفرغين العبادة، ما راح أتكلم بعد شوي، الله سبحانه وتعالى أعطاهم روحة وعيدوا بأرواحكم وقلوبكم تعيد تفرح قبل لا تدخلون على العيد الحقيقي، خاصة إذا كان الواحد أصلا مجتهد في العشر كلها بذي الحجة، مثل ما العشر برمضان وعقبها عيد، عشر ذي الحجة كذلك بعدها عيد. الأمر السادس وهو من الأشياء الجميلة، شيء حدث في القديم في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. شنو يعني نعمان؟ في جبل قرب عرفة، نفس المكان ويوم عرفة. ماذا حدث في ذلك اليوم؟ الله أخذ الميثاق. شنو يعني أخذ الميثاق؟ قال عليه الصلاة والسلام: أخرج من صلبه، من صلب آدم، كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه. يعني في هذا الكلام صار قديم قبل لا تنوجد الخليقة، الله نثر الذرية، أخذ من صلب آدم الذرية كل اليوم القيامة ونثرهم بين يديه عند عرفة وفي يوم عرفة. ثم كلمهم قبلا، الله سبحانه وتعالى يكلمهم، يكلم هؤلاء الذرية اللي نثرهم، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ يعني في هذا اليوم قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا اليوم اللي الله أخذ الميثاق علينا كلنا وعلى الناس إن أنا ربكم. ففي هذا اليوم إحنا نجدد هذا الإيمان. أنت تأكد في يوم عرفة توحيدك لله، إخلاصك لله. افتح هذا الملف في قلبك، شوف أعمالك شنو قاعد تسوي منها لله، في شنو شيء يمكن قاعد ترائب، انتبه. تذكر ان هذا اليوم، هذا اليوم التوحيد الخالص، يوم تجديد الايمان، التأكيد على هذا الميثاق. تذكر هالكلمة، الله قال لك هذا اليوم: ألست بربكم؟ كنسل كل شيء غير رب العالمين في هذا اليوم وحياتك كلها، هو مسألة تجديد. فتأكد توحيدك لله في هذا اليوم، ولذلك باكر تثبته بالنحر، تنحر لله، تذبح الأضحية والهدي لله تبارك وتعالى. فتذكر أن هذا يوم ميثاق، يوم تأكيد على إيمانك بالله، توحيدك له، يقينك فيه سبحانه وتعالى. ولعل سبحانه وتعالى يكون هذه السر للميزة والخاصية السابعة اللي بعدها، أن بما أن هذا اليوم يوم توحيد،
والتذكير بالميثاق العظيم، ميثاق العبودية لله. صارت الميزة اللي بعدها السابعة، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه من أحسن الكلمات اللي تقولها في يوم عرفة. لاحظ العلاقة بينه وبين اللي قبله، عرفة يوم التوحيد، وهذه الكلمة كلمة التوحيد. كأنك يعني بتكرارك لهذه الكلمة وانشغالك فيها، أنت قاعد فعلا تأكد الميثاق اللي الله سبحانه وتعالى أخذ عليك قبل أن تخلق. أفضل شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت أنا والنبيون قبلي، أحسن كلمة قلناها أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة هذه الكلمة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الميزة اللي بعدها وهي من وهي الهدية، هي الجائزة، هي الجائزة في هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. السنة الهجرية 360 يوم، الله يعتق ناس من النار في السنة كلها؟ نعم، ما نعرف متى الله يعتق. طيب متى يكثر العتق؟ في رمضان، لا عتقاء في كل يوم وليلة في رمضان. زين، هذا رمضان كشهر. زين، أبي يوم واحد بالسنة في أكثر عتقاء من النار؟ عرفة. أكثر من رمضان، أيام رمضان كل واحد بروحه، إيه لو جبت أي يوم برمضان بروحه أو جابلته مع عرفة، عرفة أكثر منه. أكثر يوم في عتقاء، يعني فرصتك. لا تخليها الدعاء: يا رب اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. دعوا حق نفسك وحق أحبابك إن الله يعتقكم من النار. أكثر ناس الله يعطيهم، يمنحهم العتق من النار، ترى هذه مقاصرة على الحجاج. لا لا لا، هي ليست فقط للحجاج، للجميع، للجميع. أكثر يوم في عتقاء من النار أصلا، فليست للحجاج فقط، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى فينا. فاستغل هذا اليوم أن تطلب من الله العتق من النار. تدري إذا الله اعتقك من النار يعني شنو؟ يعني خلاص أنت أمورك طيبة بحياتك كلها، بس خلاص شنو تبي بعد؟ يعني دنياك واخراك خلاص. طبعا انت ما حد يعرف ان الله اعتقك، لكن اذا رب العالمين اعتقك من النار راح تعيش حياه انسان عتيق من النار في طاعه الله، اكيد خاتمته خير، اكيد اموره طيبه، لانه راح يدخل الجنه ما في نار ان شاء الله. فعسى الله يعتقنا من النار. في هذه الخاصيه الثامنه، التاسعه قبل الاخيره، قال عليه الصلاه والسلام: افضل الدعاء دعاء يوم عرفه. شدوا حيلكم بالدعاء، احسن دعاء الدعاء يوم عرفة. هم أحسن يوم تدعو الله سبحانه وتعالى فيه في يوم عرفة. اكتب اللستة اللي تبيها، الأشياء اللي انت بخاطرك، أمنياتك، أهدافك، الأشياء اللي انت منتظرها، أرزاق معينة تبيها، هموم تبي الله يكشفها عنك، كرب تبي الله يفرجها عنك، أشياء تبي رب العالمين يفرحك ويسعدك فيها، في أشياء وايد. شد حيلك، ألحل الله بالدعاء في يوم عرفة، ورب العالمين كريم ما يردك. الخاصية الأخيرة والعاشرة، صيام يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام سنة لغير الحاج، الحاج يكره أن يصوم يوم عرفة لأنه مشغول بالدعاء وبالمناسك ويحتاج إلى الأكل يتقوى على الطاعة، أما غير الحاج الله أعطاه الصيام يصوم هذا اليوم والله يكفر عنه سنتين، ذنوبك تغفر سنتين بصيام نهار 14-15 ساعة. والحمد لله إجازة عندنا، ماكو دوام، كنا مع الكويت، ما ادري عاد باقي الدول، احنا بالكويت عندنا اجازه اسبوع كامل، ماكو دوام، ما راد تطلع بالحر، قاعد ببيتكم براد مشغول بالطاعه. خلصنا العشر مميزات، نعيدها بشكل سريع. اول شيء قلنا شنو معنى عرف، او شنو الفرق بين عرفه وعرفات، وبعدين ليش سموها عرفه. بعدين المميزات، الله اقسم فيه نزلت ايه اكمال الدين، فيه ركن الحج الاعظم، الله يباهي بها العرفات، ينزل الى سماء الدنيا، هو يوم عيد، اخذ الله الميثاق التوحيد، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يوم العتق من النار، أكثر يوم في عتقاء، أفضل الدعاء في عرفة، والصيام يكفر سنتين. طيب شنو يعني الحين نسوي؟ أنا ما راح أعطيكم يا أخواني أخواتي جدول بحيث أن كل واحد يلتزم فيه، لا لا لا، أنا بس بوصي توصيات عظيمة يعني عامة. النصيحة لي ولكم: كثر ما تقدر ما تقدر كثر ما تقدر تفضي نفسك من أشغالك بهاليوم، فضي نفسك. يعني إحنا اليوم السبت، باكر لحد إذا لك شيء تبي تخلصه من السوق تجهز حق العيد، خلص شغلك باكر. حاول يوم الاثنين لا تطلع من البيت، نصيحة. ترى إذا طلعت مشوار ساعة 9-10 بتروح بتحوس بهالحر بترد دايخ بتنام تقعد العصر، خلص عارف إيش بقى، راح.
لا 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 انت يبيلك تتفضل. طبعا اللي عنده شيء ضروري شغل الله يعينه، اللي عندهم دوامات معينة الله يعينهم، لكن غالب الدنيا إجازة. حاول تنام بكر قبلها، ليه تعرف انام بكر عشان يبدي يومك الفير. تصلي الفير، وطبعا صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التكبير المطلق المقيد اللي هو بعد الصلوات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يبدي صلاة الفجر يوم عرفة. فتصلي الفجر وتبدأ بالتكبير وأذكارك. حاول تقعد قعدة الشروق، إذا كنا انحرمنا من الحج هالسنة خلينا نحصل جلسة الشروق هذه أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أنت بيوم عرفة وقعد تذكر الله وأجر حجة وعمرة. صليت الشروق ركعتين، طبعا صايم انت تكون متسحر ان شاء الله قبلها، صليت ركعتين اربع الضحى كملت فيك حيل تذكر الله، بعد اذكر الله تعبت تبي تنام خذ لك غفوه ساعتين ثلاث حلوين، قوم الضحى العود بعد 9 ونص 10 قوم كمل صل الضحى بعد، صلاه الضحى مفتوحه صل، امسك مصحفك اذكر الله ارفع ايدك ادعو، ترى هذا شغلنا في يوم عرفه احنا صايمين ما بين صلاه طول الضحى عندنا صلاة، وبين الظهر والعصر عندنا صلاة، تصلي تقرأ قرآن تذكر الله سبح تهلل تكبر تحمد ربك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو، هذا شغلنا بعرف. تصدق أونلاين دقيقة تفتح تليفون أي مشروع مشاريع تصدق، حتى الصدقة ما يحتاج تتعنى لها وتأخذ وقتك بس وتنقل وزع وقتك على كذي، يا خلاص دعيت قلت اللي عندي ارجع اقرأ مصحف فيني حيل قمت صليت قاعد كذي مريح متكي من سدح اذكر الله سبحان الله الحمد لله ولا لا اله الا الله وحده لا شريك له لا الملك له الحمد على كل شيء قدير الله اكبر كبير الحمد لله كثير سبحان الله بكرته واسع الله اكبر الله اكبر قول قول لا تسكت. اخر ساعه من العصر هذه بالذات ركز على الدعاء فيها، تقرا قران تركز على الدعاء الذكر، المهم انك انت ترى احنا يعني الفير عندنا كم الحين قول 3 ونص والمغرب 7 يعني عندك تقريبا 15 ساعه 15 ساعه ونص كثر ما تقدر تقعد منها اقعد لهذه الاشياء. الله اعطاك نعمه قاعد ببيتك ان شاء الله وبرات مرتاح حتى صيامك ان شاء الله ما تتعب فيه، بس انت ما بين تذكر تقرا تدعي هذا شغلك. تقول والله دعاء مثلا لي بعض يقول والله انا ما اعرف ادعي، كل واحد فينا عنده اشياء خاصه في حياته يطلبها يتمنى من ربي يحققها له، وفي ناس ينطرون يوم عرفه اصلا عشان يدعون الله بخير السنه الجايه كلها، تخيل السنه الجايه كلها يعيشون بخير بسبب دعوات عرفه، مو شيء سهل ترى مثل القدر. ما تعرف ما عندك تحس خلصت افتح اي كتاب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اقراه بنية الدعاء اقراه وانت تدعي ربك سبحانه وتعالى، ادعية القرآن ادعية السنة ادعو حق غيرك اخوانك ادعو حق المسلمين ادعو حق احبابك ادعو حق لا تخلي لا تخلي، المهم هذا اليوم خلى يوم استثنائي في حياتك اللي انت يمكن ما قدرت تقعد هالحزة كلها في حياتك لازم تنام ولا شيء، هاليوم لا انا قاعد قاعد انا قاعد جاب المصحف سيادتي ذكر دعائي ما عندي شيء ثاني، ويجي وقت الفطور طبعا تتفطر واغلب العائله يكونوا صايمين ان شاء الله يتفطروا مع بعض ياخذون هالاجر الطيب باذن الله سبحانه وتعالى. ادعو الله ان يعتقك من النار. لما تذكر اذكر كلمه التوحيد اللي قلناها شوي خير ما قلت انا ونبينا قبل دخل بعضهم على بعضهم، هذه الاشياء لما الله يقول لنا وتستشعر ان رب العالمين ينزل على سماء الدنيا صاحبها بها العرفات، لكن احنا الناس موجوده رب العالمين يرى الكل ويسمع الجميع ويستجيب للداعين ويعطيهم سؤلهم، فلا تخلي بخاطرك شيء الا وتقوله. هذا اللي أنا بس أبي أوصي فيه اللي في يوم عرفة اللي هو أنك تكون صايم وتستغل الأشياء اللي قلناها قبل شوي ما بين صلاة ذكر قرآن دعاء صدقة أونلاين صدقة سر، عسى ربي سبحانه وتعالى يوفقنا لطاعته ويعيننا عليها وكثر من هالدعاء. ها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ترى الله اللي يوفقك حق هذا، الله اللي يخليك تشبع بنوم شوي عشان تقعد باقي الوقت تطيع وتعبده وتستغل الوقت في طاعات، الله اللي يوفقنا حق هذا. ادعو الله واستعين فيه تبرأ من حولك قوتك وهو رب العالمين يعينك. الله يحب من عبده أن يتقرب إليه، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، قم إلي أمشي إليك، الله أكرم منا إحنا، الله أكرم هو اللي يوفقنا وإحنا نعبده وبعدين يتقبل منا سبحانه وتعالى ويجازينا. عسى ربي يوفقنا وياكم، مشكورين على حسن استماعكم، احفظ لكم لايف وارجع ان شاء الله حق سؤال الجواب.